يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مصحف مطبوع في سوريا ويباع في المكتبات هنا، وقد أذنت إدارة البحوث العلمية والإفتاء بطبعه، إلا أنه يوجد في هامش الصفحات شرح لمعاني الكلمات، وبعضها يقرر عقيدة الأشاعرة كمثل قوله سبحانه: مطويات بيمينه قال بقدرته، ووصف الساق في قوله: يوم يكشف عن ساق، فقال: هذا يدل على شدة الهول يوم القيامة، فما توجيهكم وفقكم الله؟ توجيهنا أن تكتب تقرير عن هذا المصحف باسم المفتي العام وترسله مع المصحف ينظر فيه إن شاء الله، ينظر فيه. نعم.